الرسالة الإعلامية التي ستركز عليها العربية نيوز خلال المرحلة المقبلة؟ هل هي رسالة مرتبطة كذلك بالشرق الأوسط بما يدور في الشرق الأوسط، أم أنه كذلك أيضا متابعة ما يدور في العالم؟ شكرا أسامة. من أحد الأشياء التي تعلمتها أثناء عشت في بريطانيا، وتعلمون أن المهاجرين من أمثالي، فهناك نوع من التظلم الذي نشعر به، وكنت أنظر إلى الوضع في العالم العربي، فكان الناس يفترضون بأن هناك تقلبات في اللغة الإنجليزية وفقا لتاريخها العريق. ما الذي يجعلهم يشعرون بأن هناك حالة من انعدام العدل، وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط الذين كانوا يتم تصويرهم بأنهم يقومون بأخذ الأموال؟ افترض على سبيل المثال بأنني سعرت قلمك، فمسألة تصوير العرب كانت دائما تحمل في طياتها صورة غير حقيقية حول طبيعتهم بالنسبة للعالم الغربي. هذه مسألة تبعث على الأذية حتى الآن. لابد لنا أن نجعل العالم يستيقظ، فلاحظوا ما الذي يحدث في السعودية وفي الإمارات وفي مناطق أخرى.